استمرت فعاليات المعرض التشكيلي الذي يقام في مركز معروف سعد الثقافي في صيدا تحت عنوان أياد من ذهب، وذلك لمناسبة يوم العمال العالمي. المعرض الذي يشارك فيه نخبة من الفنانين اللبنانيين والعرب تخلله في اليوم الثاني نحت فوري للفنان نظير كوكاش والفنانة نسرين شبيب، وسط حضور عدد من الفنانين والمهتمين.